الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الإمام المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، أحبتي أخواني أهلي أبناء عمومتي أبناء محافظة الكراء أبناء حفر الباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ بهذه الكلمة التي أريد أن ألقيها أمامكم، أريد أن أقول كلمة إعزاز وكلمة شكر وكلمة شموخ لهذا الوطن، المملكة العربية السعودية، لوطني العزيز. لا يخفى على كل صاحب عقل وكل صاحب لب وكل إنسان لديه بصيرة، لا يخفى عليه أن هذه الأمة الآن تمتحن وتمزق وتقطع وتهاجم من كل جهة، وتمثل هذه الأمة كلها في هذا الوطن. أن وطننا يا أخوان يحارب من كل الجهات، وهو يحارب على كل الجهات وعلى كل الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وتجاريا داخليا وخارجيا. والمفروض نحن الآن مجتمعين باسم هذا الوطن، ومجتمعين من أجل هذا الوطن، ومن أجل هذه المحافظة اللي هي أسس من أسس هذا الوطن. وأول